يعتبر سيرفر فوريفر من احسن السيرفرات حاليا، لانه كيفتح العديد من الاقمار، ومن بين هذه الاقمار اصدقائي اللي كيفتحهم قمر ثور. فالعديد من المتابعين اللي تواصلوا معايا باللي قمر ثور غير شغال على سيرفر فوريفر، فكما كتشاهدوا معايا اصدقائي فهذا هو قمر ثور وانا عندي شغال. من بعد اصدقائي ما بحثت وقيت المشكل، فالمشكل جد بسيط. ان شاء الله غنوريك طريقه باش يتلوموا معك القنوات بهذا الشكل هذا، ولكن قبل ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس وكذلك اعجاب الفيديو ودير معك واحد البارطاج، ويلا بنا اصدقائي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احبائي المشاهدين اعزائي المتابعين محبي ومتتبعي على منصات والفرجة المجانيه، اهلا وسهلا بكم اصدقائي. فالعديد من الاخوان كيشكوا بعدم اشتغال سيرفر فوريفر على قمر ثور. فالمشكل اصدقائي جد سهل، فان المشكل اغلبيه ديال الناس اللي توصلوا معايا فكيكون عندهم في الدرجه ديال القمر. فكما كتشاهدوا معايا اصدقائي فهذا هو قمر ثور، فضروري خصك تكتب 0.8 دبليو ماشي 8 دبليو. فهاد القمر اصدقائي ثور الا ما كنتش كاتب درجه نيشان فما غايشتغلش معاك سيرفر فوريفر عليه وما غايتلونوش القنوات. فالحل اصدقائي شنو هو؟ فاول حاجه خصك تكون واقف على القمر الثور، يعني الصحن ديالك يكون مثبت على قمر الثور او تدورو بالموتور. من بعد غنضغطو على الزر ديال الموني، غنمشيو انستالاسيون انتينا سيتين، هنا خوتي غنمشيو للساتوليت، غنضغطو على زر اوكي، غيظهروا معايا هادو بالالوان. فاول حاجه غتمحي القمر اللي ما شغاليش عليه القنوات، من بعد غنديرو اضافه قمر جديد، غنضغطو على اضافه او ادي دي او اجوتي. هنا خوتي غتكتب الدرجه الصحيحه، فالقمر كيتواجد في 0.8، فغنكتبو 0.8. ساتوريت ديريكسيون اصدقائي فهو كيتواجد في الغرب، يعني غدير دبليو، هنا غدير ويست دبليو. البوند ديالو فهاد القمر كوبان، غتخليها كوبان، غتلقى هنا كوبان او سيبان، نتا غتخليها كوبان. من بعد غنضغطو على الزر ديال اوكي. فباش نكتبو اسم القمر الصحيح فدابا نكتب الدرجة، غنضغط على اللون الأصفر غتلقى هنا غونومي، غنمحيو هاد الاسم هذا القديم ونكتبو اسم القمر ثور الصحيح تي كبيرة. من بعد غنكتبو اش صغيرة، او صغيرة، ار صغيرة، نضغطو على اوكي او اللون الأحمر. فكما كتشاهدوا معايا فدابا انا كتبت القمر بالدرجه ديالو صحيحه، غنضغطو على القمر فهنا ما غتلقى حتى تردد. من بعد غتهبط ستار سيرش، غنديرو هنا بلاند سير باش ينزلنا الترددات جميعا ديال هذا القمر هذا. نضغطو على الزر ديال اوكي، هنا كيقول لك تريد قنوات بالملتي ستريم، غتقول له وي، وغتنتظر غيتنزلوا معك الترددات هنايا جداد والترددات القدام، وغيتنزلوا معك القنوات. من بعد ما غيتنزلوا معك القنوات فالقمر اصدقائي غيشتغل وسيرفر فوريفر غيفتح لك القنوات. فهذه هي اصدقائي الطريقه الصحيحه لتعديل وتشغيل قمر الثور. انتظروا معكم اصدقائي تنزلوا معنا بعض الترددات، هما غيتنزلوا دابايا، ونخليوه حتى يريد الشارج اصدقائي، ونوريكم باللي القنوات راهم تفتحوا وراهم شغالين. اصدقائي من بعد ما سالينا من البحث على القنوات فكما كتشاهدوا معايا فالقمر هو مفتوح على سيرفر فوريفر، فتقريبا قنوات الثور كاملين مفتوحين على سيرفر فوريفر، وهذا القمر اصدقائي فراه مفتوح كذلك بسيرفر سي سي كام مجاني. فكما كتشاهدوا معايا فهما القنوات تلونوا معايا اصدقائي. اصدقائي وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا، متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذلك اعجاب بالفيديو. عندك شي مشكل او شي حاجة ما فهمتهاش خليها في التعاليق ونجاوبكم. ما تنساش دعمنا باللايك باش الفيديو هذا يوصل لناس واحد اخر، وكذلك بالتعليق. اخواني تهلاو فراسكم وانتظرونا فيديو جديد.